دلوقتي وصلنا لفقره صنع في الاهلي، وبطل فقرتنا النهارده كابتن مصطفى فاضل. كابتن مصطفى فاضل اسطوره من اساطير كره اليد في النادي الاهلي، بدا مع القلعه الحمراء موسم 62 وحتى موسم 74، حقق العديد من البطولات مع النادي الاهلي ومنتخب مصر، وحصل على احسن لاعب واحسن وينج في مصر لكره اليد. كابتن مصطفى فاضل الجناح الطائر، كمان حصل على جائزة اللاعب المثالي في النادي الأهلي عام 1973. هنشوف صنع في الأهلي والبطل مصطفى فاضل، وبعد كده فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل فقرتنا الأولى. النجم الكبير كابتن أحمد فوزي هيكون معايا ضيف في الفقرة الأولى في البيت الكبير، ولكن بعد ما نشوف كابتن مصطفى فاضل في صنع في الأهلي وفاصل، وبعد الفاصل كابتن أحمد فوزي. أنا بدأت في النادي الأهلي من سنة 62، لأن كان أساساً عمي هنا كان لعيب كورة، عم عثمان السركي، لعيب القدام قوي يعني، وبرضو ابن خالتي كان لعيب كرة يد هنا في الفرقة، وأنا لسه كنت طالع من ابتدائي يعني أولى إعدادي، فجيت وانضميت مع فرقة النادي الأهلي بتاعت الناشئين، لأن أنا من صغري كان جنبينا نادي السيدة، فكنت من صغري ان انا اعتبر ان انا زي ما اتولدت جوه نادي السيدة، فلعبت كل الالعاب سلة وطايرة، حتى في ابتدائي انا كنت كابتن فريق الكرة الطايرة في ابتدائي، وكنت بلعب على القوة، فمن صغري ان انا يعني الرياضة دي كانت اساسا في دمي. فلما جيت النادي الاهلي كانت سهل المعاملة ان انا متشبع باللعب، دخلت موجود وعمي موجود، فكان الروح بتاعتي والفرقة كلها كانت روحها جميلة جدا جدا جدا. فنعتبر ان احنا كنا وكابتن طارق نسيم كنا نعتبر فرقة لسه صغيرين، وبدايتنا كانت 12 سنة لحد 14 سنة، والمستوى بتاعي اللي انا كنت يعني داخل عليه او كنت في المهارة بستوعبها بسرعه، فخلاني انا العب برضه مع 16 سنه والعب مع 18 سنه، لحد ما بعد سنتين فجم الكابتن الدكتور طارق شتا كان ماسك الفرقه، راح مخليني واخدني مع الدرجه الاولى. في المرحله دي في السن ده انا كنت عندي 15 سنه، كنت منتخب مصر، كان التعاون اللي موجود بقى في بيتنا احنا هنا في النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي كاسره كره اليد في النادي الاهلي، ان احنا الاحترام موجود، التعاون موجود، الحب ما بين الزملاء الكبير يعني بياخد ويتعاون مع الصغير يعني الكبير. انا كنت مثلا في معهد متوسط في الاول، وبعدين كملت عالي كنت معهد متوسط، تقدر تقول كان الكابتن طلعت شتا، دكتور طلعت شتا كان ماسك رئيس اتحاد طلب، وكان بياخدني في معسكرات مع الكليات والمعاهد العليا عشان اتمرن وازود جرعات التدريب بتاعتي عشان ترفع المستوى بتاعي عشان افيد النادي وافيد المنتخب. احنا واحنا في الناشئين يعني خدنا بطولة الدوري مرتين، وكان في صراع ما بيننا وما بين نادي الجزيرة، لما طلعت الدرجة الأولى الشباب برضو خدنا بطولة الدوري مرة، لما طلعنا الدرجة الأولى كان صراع ما بيننا وبين الجزيرة وبين نادي سموحة، فدي كان الدورة اللي بتتعمل المجمعة، احنا برضو خدنا الدوري مرتين منهم، لأن كانت المباريات تعتبر في حكم إن هي قليلة عن هنا، وكانت جريدة الجمهورية بتعمل زي أحسن رياضيين يعني أحسن 10 رياضيين في جميع الألعاب، وكل لعبة أحسن 5 رياضيين في كل لعبة،
فانا دي طلعت انا الرابع مكرر في كره اليد، وطلعت ال 26 في الترتيب العام بتاع الرياضيين كلهم بتوع مصر. اهم جايزه اللي من بيتنا النادي الاهلي ان في سنه 73 ادوني الرياضي المثالي في النادي الاهلي. فكانت ليها عضويه شرفيه مدى الحياه. فجي كان ساعتها المسؤول بتاعنا بتاع كره اليد العميد فتحي الصاوي، فجي كلمني فقال لي يعني يا مصطفى كابتن خليل زكي جاي من الحرب وبتاع، فانت ايه رايك؟ يعني ادم تقدر تتنزل لي يعني ان هو يبقى اللاعب المثالي في النادي الاهلي ليه يعني؟ واتنزلت طبعا لزميلي كابتن خليل زكي لان احنا كلنا مع بعض. انا بره يعني مرنت في السعوديه ومرنت في عمان، وانا يعني الخبره بتاعتي اساسا كتدريب ناشئين، يعني ما بينش ان انا ادرب الدرجه الاولى او ضميري ان انا ادرب المنتخب، لا انا تدريب المهارات الاساسيه للاعيب الناشئ هي دي اللي احنا اتعلمتها في المعهد وفي الدراسه بتاعتي، وازاي ان انا امرن اللاعب ان انا اديله اعلمه اساسيات اللعبه الصح، والحمد لله يعني الى الان باديها حتى عملي يعني ونظري. اللي انا اتربيت عليه بيني وبين زمايلي واللي زمايلي الكبار علمونا عليه وربونا عليه بنعمله برضه مع اللعيبه الصغيرين. عندنا 5 سنين وست سنين وسبع سنين وثمان سنين وكبار، اسره واحده انا والمدربين وبتاع والكابتن اديوب وكده، اسره واحده بنحب بعض بنشتغل مع بعض ونساعد بعض ننزل الملعب مع بعض. فدي اللي احنا اتربينا عليها فبنعلمها للصغيرين هيطلعوا كده ان شاء الله بمشيئه الرحمن يطلعوا لعيبه كويسه.